مساء السعادة عليكم، رجعت لكم تاني. كلنا بنعد الأيام لشهر رمضان، شهر السعادة والكرم والفرح، يا رب دايما السنة كلها رمضان. أنا هنا في الإسكندرية أجمل محافظات مصر في المنشية، حبيت أشارككم الأجواء الرمضانية. هتقولي ما أنت لسه منزلة فيديو رمضان، هقولكم لو أنتم مكاني هتصوروا كل شوية فيديو زي ما احنا شايفين شكل الفوانيس وأشكالها الجميلة المبدعة وفرحة الناس والتجمع، ولسه كل ما يقرب هتشوفوا الأجمل. كل سنة في تجديد وكل مرة بنحس إنه أول مرة يجي رمضان، بنستناه من السنة للسنة، من تراويح لسحور لمدفع رمضان، نسمع أجمل أغاني رمضان ومسلسلات ولمة العيلة. يا رب ما تحرمنا أبدا من الفرحة دي وبلغنا رمضان. زي ما انتوا شايفين أشكال الفروع كلها وأسعارها يا جماعة بتتفاوت على حسب طول الفرع والأشكال اللي محطوطة فيه. بصراحة السنة دي نازل أشكال كتيرة ومبدعة غير كل سنة. زي ما انتوا شايفين اهو أشكال كتير، بوجي وطمطم والفوانيس الخشب. طبعا في اسكندرية في اشكال كتير هناك موجودة، زي ما موجود في الحسين وموجود في العتبة وفي الموسكي. احنا هنا عندنا في المنشية وعندنا مناطق كتير برضك بيحطوا الاشكال الفوانيس ساعة الموسم رمضان. كل منطقة طبعا بتبدع في الاشكال بتاعتها. ما تنسونيش بالدعوة الحلوة والاشتراك واللايك والشير. هسيبكم بقى، كل سنة وانتم طيبين.